صباح الخير، صباح الانوار، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم البنات جيتكم ببروجي رائع، بروجي يعني بزاف نشوفوه يعني وما طبقناش، يعني كيما انا واحده من الناس هذه اول مره راح نطبقه، ودائما كنت ننوي ونحب ان نجرب هذا المشروع ولا حاجه ليك انت يا لبيتك ليك ولبنتك. المهم الفوطه نتاع الحمام كيما راكم تشوفوا هنا، عندي فوطه قديمه راكم تشوفوا فيها البنات، قديمه بزاف يعني ما شريتهاش حتى انت. عندك فوطه في الدار وشايفها باللي كيما نقولوا تقدري تستعمليها استعمليها. بالنسبه للفوطه هذه البنات انا راح نحيل هذيك الحاشيه كيما كنتوا تشوفوا، واحده من الجواهي تاعها راح نقيس 70 سنتيم بهذه الطريقة، يعني تخلصت من الحواشي في زوج وقصت 70 سنتيم في الطول. بالنسبة للعرض البنات راح ندير 43 سنتيم اللي هو نفسه عرض الفوطة، يعني الفوطة تخيري هذوك الفوطات الصغار ماشي الفوطات الكبار، راح تلقاي العرض تاعها يتراوح من 43 ل 45، المهم على حساب الفوطة اللي تكون عندك في الدار. البنات انا هذوك الحواشي تاع الطول ما نحيتهمش، نحيت فقط تاع العرض كما راكم تشوفوا هنايا. حددت في واحدة من هذوك الجهات المفتوحين حددت 8 سنتيم بهذا الشكل البنات. نروح للجهة الأخرى المقابلة البنات، راح نحدو 8 سنتيم في كلا الطرفين ونديرو تقويصة. هنا البنات 8 نحدو واحدة في الجهة المغلوقة واحدة في الجهة المفتوحة كما قلت لكم البنات. نديرو 8 سنتيم في الجهه المغلوقه و 8 سنتيم في الجهه المفتوحه. راح نوضح لكم البنات يعني في رسمه في الكراس، يعني اللي ما فهمتنيش هنا راح تفهمني اكيد في الكراس. هنا البنات كخطوه اولى راح ندير خياطه في هذاك هنا، وكنت وريت لكم بلي نقيسو 8 سنتيم في الطرف الاخر. المهم البنات انا حندير خياطه في هذه كون قصيت 8 في الجهه المغلوقه جهه مفتوحه، وايضا راح نحدد 8 كما قلت لكم في الجهه المقابله، راني حددتها لكم هنا مليح باه تشوفوها. وراح نرسم خط مستقيم بمسطره كبيره ولا تطوي القماش، كل واحد وطريقته في القصان. بالنسبه للقصان البنات راح يكون من الطرف للطرف، يعني لازم يكون عندك قماش من البدايه هنا من 8 سنتيم اللي حددناها حتى نهايه القماش. راح نوري لكم يعني ليه هذه الخطوه تكون ضروريه، يعني كي تخيطي ماشي تحديري مثلث تقصيه قبل ما تلحقي للنهايه، لازم تخلي شريط هكذا حتى في النهايه. شفتوا البنات من الاول حتى الاخر، لخاطر راح نحتاجوا هذاك الطرف اللي قعد لنا. هنا راني وضحت لكم بلي نخيطوا، انا راح نخيط البنات ونوري لكم النتيجه. شوفوا البنات هنا بعد ما خيطنا هنا هذا البنات هذا هو البوني تاع الراس، يعني هذاك التقويصه هي اللي راح تدخل في الراس تاعنا. انا البنات هذا الفوطه هذه اللي استعملتها ما لقيتك تشوف فيها قديمه بصح تفي بالغرض، يعني كي ندوج انا ولا بنتي كي نديرها يعني راح تنشف لي شعري وراح تغطي لي شعري، هذا هو الهدف تاعنا من هذا المشروع. هنا البنات نجيب قطعه تاع لاستيك، القطعه تاع لاستيك البنات هذيك تتراوح من 10 سنتيم 9 سنتيم 8 سنتيم، يعني ما نحتاجوش فيها طول بزاف. انا كنت درتها 10 سنتيم ونقصت منها شحال من خطره، يعني جاتني بزاف كبيره. القطعه هذه تاع لاستيك هي اللي راح تثبت لنا البوني بعد ما نخيطوه يعني وبعد ما نستعملوه. هنا ثبتها بانجل يعني باه يسهل عليا عمليه الخياطه وما يطيرليش. البنات الخياطه دائما كي ديري زياده في القماش خير من ديري نقصان، لا درتي زياده راح تعاودي تنقصي وتفيني في القماش تاعك، ولا درتي نقصان ها كيما تقدريش لازم تخيطي على الشح وتقدر تكون لك الخياطه تاعك يعني ماهيش ناجحه. البنات انا لاستيك قررت نديرو في النص، ما حبيتش نديرو في هذيك الحاشيه، يعني هو كاين بزاف اشخاص يديروا في الحاشيه هذيك باه كيدوروه ما تبقى لهمش خارجه، انا قررت نديرو في النص هكذا بصراحه عجبني. البنات هذيك القطعه تاع القماش اللي قلت لكم ما نطيشوهاش، شوفوا البنات نديروا الوجه على الوجه تاع هذيك القطعه كما راكم تشوفوا ونخيطوها. هاني وضحت لكم هنا البنات قلت لكم يعني نخيطوها من ثم. هنا بعد ما خيطناها البنات شوفوا كاينه جهه مستقيمه اللي فيها قلت لكم خليت فيها الكفه، وكاينه الجهه منحنيه. دوك نوضحها لكم هنايا يعني في الفيديو باش تفهموني. شفتوا البنات هذه الجهه وين كان وين كانت راكبه هذه القطعه، نعاودوا نركبوها بصح هذه المره شوفوا الخياطه البنات هذه راح تكون من فوق، والبوني اللي خيطته راح تكون الخياطه تاعو من تحت. شوفوا البنات ركزوا، يعني هذا الطرف اللي راح نزيدوه راح نديروه بالمقلوب، ماناش راح
عفوا البنات، هنا قلت لكم ماناش راح نديروها يعني كلش للداخل، يعني راح نديروا الخياطه هذاك الجزء اللي زدناه راح يكون الخياطه تاعو جايه لبرا، والبوني راح نقلبوه يعني على الوجه اللي راح نستعملوه، يعني الخياطه تكون للداخل. هنا البنات ثبت كامل يعني هذاك القطعه اللي زدناها ثبتها كامل بلي بانجل وخيطها بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. بقى لي هذاك الجزء السفلي البنات راح نثبته في بعضاه. لا قلت لكم كي تقصوا قصوا يعني حتى للنهايه باه كيبقى هذاك الجزء النهائي باه يجينا يعني الخياطه تاعنا تجينا مفينيه. شوفوا البنات هذا الوجه اللي قلت لكم راهو طالع كما نقولوا الخياطه تاعو الفوق. هنا راح نثنيو هذاك الطرف اللي زدناه راح نثنيوه، وايضا راح نثبته كامل بالدباديس دبابيس البنات عفوا. والله البنات ماني راح نحي المونتاج، راح نخليه هكذا خطر عييت كل دقيقه نسجل نعاود يجيني ابل ولا. المهم البنات كما راكم تشوفوا راح نثبتو كامل بالدبابيس باه نغطي هذيك الخياطه اللي لزقت بها القطعه هذه مع البوني تاعنا. يعني هذه العمليه راهي واضحه، يعني الطريقه تاعي كيفاش راني ثبت راهي توضح في نفسها. تبعوا برك البنات الخطوات راح تنجحوا في هذه العمليه، يعني راح تنجحوا فيها. وبالنسبه للبنات اللي راح يعتمدوها كمشروع، انتي الفوطه نتاعك بقداه تشريها؟ يعني كاين بزاف سيرتو في العلمه ولا اللي يقدر يجيب بالجمله تشري فوطات، ماشي لازم تكون النوعيه الجيده هذيك الباهظه، كاين فوطات يتباع ب 20 25. المهم انا بصراحه واحد الوقت هكذا شريت كرتوشه تاع فوطات، بصح مش هذه النوعيه، نوعيه تكون ارق من هذه، وبصح هي فوطه فيها شغل 20000 للفوطه، يعني لا قدرتوا تتحصلوا بها راح تجيكم مشروع ناجح. وانتي تبيعي ب 45 ب 50، كاين حتى اللي يبيعوا ب 50 البنات، انتي تبداي من 35 حتى ال 50 راكي تكوني حره. ولا البنات اللي عندهم القماش يقدروا يشريوا كما في باب احسن، ولا بالنسبه لولايتي في برج بوعريش في شعبة الفار يبيعوا الفوطه، فوطه نورمالمون 90000 ولا 80000 للمتره ولا 100000 هكذا، وهي بوعرضين البنات هذيك الفوطه، يعني عندها دوبل لارج اللي هي متر ونص، صافي تقدري تستغليها ايضا وتحدي السعر على حساب واش تخرج لك كل متر واش تخرج لك. كما هنا كما شفتوا البنات راح نحتاجوا 70 سنتيم كما قلت لكم في هذه الفوطه، 70 سنتيم على 43 سنتيم. هنا البنات حبيت نوضح لكم برسمه باه تفهموني اكثر. هنا قلت لكم هذه فوطه البنات، هذه فوطه، الفوطه هذه عندنا الطول تاعها 70 سنتيم والعرض تاعها 43 سنتيم. هنا كما راكم تشوفوا البنات هنا راه موضحه يعني وباينه العمليه تاعنا. هنا نطويو الفوطه على اثنين بطريقه العرض كما تشوفوا 70 قعدت 70 و43 كي نطويوها طحنا 21.5، من 21 حتى 21.5 عادي، قلت لكم على حساب الفوطه اللي عندكم. هنا ما قلت لكم راهي مطويه على اثنين، حبيت نوضح لكم اكثر. هذه الجهة هي الجهة المطوية كيما طوينا الفوطة تاعنا بالطول، يعني من الجهة هذه مطوية ومن هذه الجهة أيضا راهي مطوية. شتو البنات الرسم هو اللي يوضح لنا أكثر الطريقة تاعنا نتاع العمل. شوفوا البنات نحدو 8 سنتيم في الجهة المقفولة و 8 سنتيم في الجهة المفتوحة. هنا هذه الجهه كما قلت لكم البنات نقصوها هي اللي تحدد لنا هذيك الميلان تاع الراس، وهنا البنات نحدوا ايضا 8 سنتيم من الجهه المغلوقه الى الجهه المفتوحه ونقصوا بالمقص كما راكم تشوفوا البنات، ونتحصلوا على الباترون تاعنا. وهنا نبداو يعني في عمليه الخياطه وننتقلوا للقطعه الثانيه باه نثبتوها. نورمالمون البنات هنا الرسمه راهي واضحه وتوضح نفسها، اللي ما فهمتش ايضا تكتب لي في التعاليق راح نوضح لها اكثر، لما لا ولا نسيبها نديرو في المنتدى ان شاء الله البنات، يعني ماشي سيور خاطر لازم نرسم رسمه مليحه وما عنديش الوقت. البنات هنا لحقنا نهايه الفيديو. هنا البنات قبل ما ننهيو الفيديو نسيت ما وضحت لكمش وين نركبوا القفلات تاعنا. شوفوا البنات هنايا بعد ما حددت الخياطه تاعي وثبتها كامل درت القفله تاعي هنا في المنتصف. شوفوا البنات في الليل خيطتها والله ما تولت بلي ماهيش في النص. المهم لازم القفله تاعنا هنا تكون هنا في المنتصف، انا خيرت هذه الحبه ما لقيتش قفله قلت فقط ندير هذه. هذه البنات بعد ما ندوروا هذيك الفوطه تاعنا من الفوق راح ندخلوا فيها لاستيك بهذه الطريقه. فوالا البنات يعني الفوطه تاعنا راح تثبت بهذا كلاستيك ان شاء الله. برك البنات الصوره يعني تكون واضحه. هنا لاستيك شوفوا البنات هنا ثاني كيفاش خرج لي من تحت،
المهم البنات تبعوا فقط الخطوات راح تنجحوا فيه ان شاء الله يعني بشكل جيد. المهم هنا البنات لحقنا نهاية الفيديو، والبنات ما تخرجوش من الفيديو، في نهاية الفيديو حنوري لكم هو ملبوس يعني لبسته في راسي سيت يعني باه نلبسو ونصوره لكم باه يبان لكم بشكل افضل. البنات كالعادة وكلا واحد ايضا نفس الفيديو اللي درتو لكم نفس التعليق، البنات ليه ما ديروا ليش تعليق، تعلقوا لي يا صحباتي علقوا لي، المشاركات الجدد علقوا لي كتبوا لي تعليق فقط هكا، ديروا لي قلب ديروا لي ايموجي ما على باليش واش ديروا لي البنات، واللايك لايك البنات لازم تكبسوره لازم تلوضوا على هذا لايك البنات باه يكون يعني الفيديو تاعي يطلع ثمثم ويكون فيه تفاعل يلحق الاكبر عدد ان شاء الله البنات. بارطاجيو مع صحباتكم، والله البنات راكم تستفادوا، واحد يهدر صحكم ما تجيش نمد في حاجه راكم تستفادوا منها، والله من دوموندي نحشم في الروتينات ما نقولكمش بارطاجيو ولا لخاطر بالك حاجه ما تهمكمش الا اذا درت طبخه ولا درت وصفه، اما لهنا في الخياطه البنات لازم تبارطاجيو ولازم طلعوا لي الفيديوهات تاعي ان شاء الله بقى انا ثاني نبدا نحقق الربح يعني وندير مدخول من هذه القناه ان شاء الله، نتشجع ونحط لكم فيديوهات اكثر. مع السلامه حبيباتي.